تنتمنى الفيديو يعجبكم. تهلا في راسكم. تحكم علي قدامها؟ نو 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 نو. تقاربوا قدامهم. هيدا الفيديو واش الخوت، السلام عليكم. اليوم جيناكم فيديو جديد وتحدي جديد. الفيديو ديال اليوم اخوتي هو التحدي ديال الاندومي. غادي نشوفوا شكون اللي غادي يساريها بالزربه. درنا 3 ديال الاندومي لواحد، وغنشوفوا شكون اللي غادي يساريها. وهذه هي الفرصه ديال عطيت فرصه انا بغيت غير نعطي فرصه للسيون باش يرجع باش نتاع داكشي اللي درت فيه. شوفت انا وعدكم اخوتي ياك هو ربحني شحال من مره التحدي ديال الماكله. قام راسي انني راب ان شاء الله انتم ما تشوفوا هذا الفيديو. هذا شيء بزاف وسخون مشكل. مهم تابعوا التحدي وتشوفوا في الاخر شكون اللي يربح. يلا نبداو التحدي. يلا سير انا قرش عليك. بسم الله. وي يا 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 قاعد وطايم ربحني يا اخوتي. اوه شو يعني كم باقي بقى. معي ناوي يا اخوتي ربحني. معايا ناوي خوتي كي جيتكم في التحدي قلت لك اذبحوا في الماكله مع يدور مع يضيمش معايا في الماكله. راه شبع راه حطت لي الوالده بزاف ما كاينه بزاف لا والو قياس هو انا وياه. انت قراطيطي انا كملت التحدي. ماما خوتي ربحني يلاه قول لهم الحكم. اليوم غنحكم عليك غنحكم عليك ثلاثه الحكمات كيف حكمتي عليا انت. لا حكمه واحده حيت دابا درنا تحدي واحد. لا ثلاثه. لا ديك النهار درنا ثلاثه الطروحه اخوتي انا باغي شوف حكمه واحده. سمعوا على الماكله غنماكله هذه الماكله راه شوف تحدي واحد. شوف شوف اندومي سخونه اول حاجه وثاني حاجه حاره يعني ثلاثه الحكمات غنحكم عليك غتقبل قدامه. A few moments later خوتي ربحني صافي انا ما قديتش كمل التفاصيل ديالي. المهم خويا الصغير تفرجتوا فيديوهات كاملين كان هو ديما تاتي يربحني. المهم اليوم ربحت انا عطيتو خوتي عرفت الماكله ولا يربحني فيه عطيتو فيني يرجع داكشي كامل اللي درت فيه. المهم كون كنخسر كون راه عاوتاني حاجه اخرى. المهم الحكمه الاولى غنحكم عليك انك غنكب عليك سطال ديال الماء. انا سطال ديال الماء البروده صح. المهم هذه الحكمه الاولى. المهم خوتي راه دابا تنصوروا دابا حنا غنصوروا في الليل ولكن حتى الغدا عاد نبينوا لكم الفيديو يعني غدا تفزنا نكب عليه الماء.
الحكمة الثانية أنا ندير معها زوين درت معها ثلاثة الحكمات ندير معها جوج. الحكمة الأولى تغدى إن شاء الله حيت دابا الليل وداك الشيء كاين شوية البرد يعني غدا نكب عليه سطا ديال الماء. هذه الحكمة الأولى. الحكمة الثانية هاي ضرب 30 ديال التراكسي عطاني هو 20 زدتو 10 على حسابكم نتوما. كي يجي لك فين شوف في الكاميرا وضحك صافي أخوتي أنا قابل أنا قابل أي حاجة أوكي مرة أخرى مع الرحموش مهم صافي. وما تنساوش واحد لايك وسبسكرايب اللي يلاه تيشوف القناة ديالنا ما تنساوش لايك وما تنساوش سبسكرايب وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم. خليكم مع الحكمات اللي حكم عليا. المهم الخوت كيف مش تربحني السيمو وثاني التحدي هو ناشط ناشط دابا حيتاش ربحني ناشط دابا غادي ناشط دابا غادي يسجلوا لي ديك 30 تراكس تحتي مع المهم سبورتيف مع ضرب 30 وغدا وجه راسي المهم اخوتي المهم اخوتي غادي نسجلوا ديك 30 تراكسيون تي ساره كيف الما نضربها لك على اصبع المهم ضرب علاش ما بغيت ايوا باش تكون المهم بين لي صوره غلط هذا يلا هذا يلا شد حي هاي تشوف لك تنبيل خوتي او عيد ضرب تراكسي انا سير واحد جوج ثلاثه هاو مات إن إلي وإن إلي راجع يلا أخوتي تهلا في راسك. A few moments later واش أخوت السلام عليكم. اليوم معكم أنا ديال الفيديو ديال البارح. اليوم الحكمة اللي قلت لكم ديال الماء جات انتقام ديالي اليوم. يلا شاهدوا معي الفيديو. جيب سطا جيب سطا الله يعطيك على هذا هاو السطير انتقام اب شوي شوي ما كاينه شويه بشويه بحال التليفون ناضي اش هذا هزلي هزلي واش اخويا كي جيتكم ولك غزلات كازلي كي جيتكم. المهم الكلمه كلمه قال لك الرجوله من الطفول انا ذات البلان انا ذات البلان اللي قلت لكم بزاف طايح المهم هذا الطريو باش نحيد كيش ديك خايه سير بعد منك. والجو اليوم مع الضبابه ومع هذه كاين البرد بصح ومع المباب ديالي. المهم خوتي نتمنى يعجبكم التحدي. المهم نتمنى تبارطاجيو هذا الفيديو وديروا ابوني تهلاو خو وصلوا ل 50 لايك 50 لايك 50 ولا 100 لايك يلا وصلوا اسي حنا ولينا نطلبوا لي القليل. قبل ما نسالي الفيديو تحيه خاصه لحميد المحجوب عامل في مجزرة سيدي قاسم راه هو تيدعمنا بزاف وتعاوننا وداكشي. المهم تهلاو في بيس خوت.